أوغندا في تصريح مفاجئ جدا، أي اعتداء على مصر يمثل اعتداء على أوغندا. وهام مصر تعلن موعد إطلاقها قمرا صناعيا مصريا، وبريطانيا تقوم بإزالة 8 دول من القائمة الحمراء للسفر إليها، بينها مصر. تعرف على التفاصيل وما هي القائمة الحمراء. وبائع صعيدي يروج للمنتجات الوطنية في قطر بشكل طريف، ننشر لك التفاصيل. وأشرف زكي يوجه رسالة عاجلة للسيسي، وعاجل رجل أعمال شهيد يتدخل لإنقاذ نادي الزمالك. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده، مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وهام مصر تعلن موعد إطلاقها قمرا صناعيا مصريا بالكامل. كشف رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد يحيى تفاصيل إطلاق مصر للقمر الصناعي نيكست سات 1 وأهميته. وقال يحيى خلال اتصال هاتفي ببرنامج المواجهة على شاشة إكسترا نيوز إن نيكست سات 1 هو قمرا صناعيا مصري، هدفه توظيف تكنولوجيا علوم الفضاء في مصر عن طريق المشاركة مع الجهات الأجنبية في تنفيذ قمرا صناعيا من حجم النانو. وأضاف يحيى أن سلسلة الأقمار تتكون من 1 و2 و3، لافتا إلى أن القمر الصناعي سيساهم في امتلاك مصر لعلوم الفضاء. والقمر يحمل كاميرا لتصوير الأراضي المصرية لحصرها، وكذلك المزروعات وموارد المياه ومراقبة ظاهرة الأرض. ولفت رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية إلى أنه سيتم تجميع القمر الصناعي وتنفيذ برمجيات القمر الصناعي نيكست سات 1، وسيتم إطلاقه العام المقبل. وأوضح أن وكالة الفضاء المصرية تجري دورات في الجامعات والشارع للتوعية بعلوم الفضاء، وتساهم في تأهيل الشركات المصرية كي تندمج في المنظومة الفضائية. وأشار إلى أن وكالة الفضاء المصرية هي هيئة اقتصادية مصرية أنشئت بقرار رئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018، ولها مجلس أعلى يرأسه الرئيس السيسي بنفسه، لافتا إلى أن الهيئة أنشئت لتكون مظلة لأنشطة الفضاء المصرية يوكل إليها وضع الاستراتيجيات العامة للدولة في مجال التكنولوجيا وعلوم الفضاء. مصدر معنا كامل الوطن، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر آخر في منتهى الأهمية. وأوغندا في تصريح ناري، أي اعتداء على مصر يمثل اعتداء على أوغندا. قال موهوزي كينروجوبا القائد العسكري ونجل رئيس أوغندا إن أوغندا تواصل العمل مع مصر لضمان الاستقرار في حوض النيل. وأشاد على حسابه على تويتر بتجربة الدراسة لمدة 6 أشهر خلال دورة تدريبية قائلا: لم أواجه أي مشكلة مع أي مصري. ولفت إلى لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل سنوات ناشرا صورة تجمعه به، معلقا: كان شرفا لي أن ألتقي قائدي قبل 10 سنوات اللواء عبد الفتاح السيسي، اليوم هو رئيس مصر، أنه رجل عظيم. وأكد الجنرال في قوات الدفاع الشعبية الأوغندية والحرس الرئاسي أن أي اعتداء على مصر هو كاعتداء على أوغندا. يذكر أن كانيروجابا الابن البكر لموسيفيني قد عين من قبل والده قائدا لقوات البرية وقائدا لمجموعة القوات الخاصة التي تضم الوحدة المعروفة باسم لواء الحرس الرئاسي، المسؤول عن توفير الأمن لرئيس أوغندا والملوك الدستوريين في أوغندا، كما شغل سابقا منصب كبير مستشاري الرئيس للعمليات الخاصة منذ عام 2017. الجدير بالذكر أن مصر وأوغندا وقعتا في شهر إبريل الماضي على اتفاقية تعاون مشترك لتبادل المعلومات وتعزيز التنسيق الأمني، حيث تم التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك بين جهاز المخابرات العامة المصرية وإدارة المخابرات العسكرية الأوغندية. في يوليو الماضي وصل وفد مصري رفيع المستوى من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالجيش إلى أوغندا،
وبحث مع المسؤولين الأوغنديين التعاون المشترك الهادف بين مصر وأوغندا. أترك لكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل معانا في الوقت الحالي. طبعا لما يطلع بيان زي ده من دولة كبيرة زي أوغندا هيبقى شيء جميل جدا وحلو بين العلاقات بين البلدين. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر، وبريطانيا تقوم بإزالة 8 دول من القائمة الحمراء للسفر إليها بينها مصر، وأعلنت حكومة بريطانيا عن إجراءها تسهيلات كبيرة في قواعد السفر الدولي، ومنها رفع 8 دول من القائمة الحمراء. وأوضح وزير النقل البريطاني جرانت شابس أن الدول الثمانية هي تركيا وباكستان وجزر المالديف ومصر وسريلانكا وعمان وبنغلاديش وكينيا، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 22 سبتمبر. وأوضح شابس أن تلك التسهيلات تأتي استجابة لشكاوى المسافرين والشركات من أن لوائح المملكة المتحدة مرهقة وغير فعالة، وأشار إلى أن النظام الأبسط والأكثر مباشرة سيسمح لمزيد من الأشخاص بالسفر أو رؤية أحبائهم أو ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم مع توفير دفعة لصناعة السفر. وأكد أن التغييرات الأخيرة كانت ممكنة بسبب الوباء، وكانت المطارات وشركات الطيران وشركات السفر الدولية قد حذرت الحكومة البريطانية من المزيد من فقدان الوظائف، إذ لم تلغي الاختبار الخاص وما يسمى بنظام إشارات المرور الذي يصنف الوجهات على أنها خضراء وبرتقالية وحمراء. المصدر معنا كان من AP. أترك لكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبائع صعيدي يروج للمنتجات الوطنية في قطار بشكل طريف. نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبائع يبدو من خلال لهجته أنه من الصعيد مصر، وهو بيروج للمنتجات المصرية في إحدى القطارات بشكل لاقى استحسان الركاب. وظهر البائع وهو يحث الركاب على شراء ما يبيعه من منتجات مصرية بسيطة تتمثل في ألعاب الأطفال وطفايات سجائر بأسعار زهيدة جدا. واستخدم البائع وسائل فريدة في الإقناع مثل الحث على تشجيع المنتجات المحلية وتوفير العملة ومقارنة أسعاره بالبديل المستورد. مصدر معنا كان من RT. طبعا هذا يعني البائع راجل يعني ظريف جدا، ربنا يرزقه إن شاء الله. هو كان بتاع ترند الطفاية دي. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأشرف زكي يوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي. وجه نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره الرئيس بتوجيه الرعاية الصحية للفنانين، وأيضا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم. وقال زكي خلال اتصال هاتفي ببرنامج من مصر المذاع على CBC: هذا الدعم له صدى عظيم داخل الأسرة الفنية والشعور بالأمن والأمان. زكي أضاف: نشكر الرئيس السيسي وبنقول له هذا التاج على رأسنا كلنا كممثلين ومبدعين، وحضرتك لمست قضيتين هامتين وهما التأمين والتأمين الصحي. وأشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر دكتورة نيفين قباج وفريق العمل بالوزارة قاموا بمجهود كبير وعظيم. بأهنئ وأبارك لكل زملائي في النقابات كلها التشكيلية والسينمائية والموسيقية، ده مجهود عظيم جدا بذل. وتابع نقيب المهن التمثيلية: في فنانين دخلهم من وظيفتهم زي لعبة السيرك والفنون الشعبية والعرائس، خاصة أن الفنون الشعبية لها عمر افتراضي زي لاعب الكرة بعد مرحلة عمرية ما يقدرش يشتغل، والسيرك كذلك وفناني العرائس. كل الناس دي دخلها موردها الوظيفي، مفيش دخل آخر. وفي ناس ما عندهمش مظلة اجتماعية أو صحية، وفي ناس عندنا بقالها فترة مش شغالة أو رحلت وتركت أسر. وقرار النهاردة يشمل كل الفئات دي، وهم أعداد كبيرة مش أقل من 20,000 ل25,000 عضو. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بشمول الفنانين في برامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز التي قد تعيقهم عن أداء عملهم. مصدر معنا كان من الوطن. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل رجل أعمال شهير يتدخل لإنقاذ نادي الزمالك. وعد رجل الأعمال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق لاعبي الزمالك بصرف مستحقاتهم المتأخرة. وقام لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتينون بزيارة إلى مستشفى الناس،
وجاءت الزيارة ضمن جهود دعم المستشفى بشكل خاص والمنظومة الطبية بشكل عام في مصر، حيث تواجد عددا كبيرا من اللاعبين وكذلك الجهاز الفني. وعلى هامش الزيارة التقى لاعبو الزمالك والجهاز الفني بممدوح عباس رئيس النادي الذي يرأس مؤسسة جود الخيرية التابعة لها مستشفى الناس. وخلال اللقاء القصير حرص عباس على تأكيد دعمه للفريق وأنه سيتم صرف مستحقاته المتأخرة قبل شهر أكتوبر المقبل، كما حفظ للاعبين لمواصلة تحقيق الانتصارات والبطولات. ويستعد الزمالك لمواجهة الدور نصف النهائي لكأس مصر وتذكر الكيني في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. نتمنى إن شاء الله الخير لجميع الفرق المصرية ولكل المصريين. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.